يوسف قريق زعيم فريق لارا سيتي بمناسبه هذا الفوز الكاسح على نادي عفوا الساحل 4-0. كنت سجلتي الهدف الثاني يعني في الشوط الاول. لا تكلمنا على المشاركه ديالكم في الدوري وارتسابات ديالكم في هذه المباراه اللي تمكنتوا فيها، يعني كيفاش شفتوا الفريق مرضيه الفريق ديالكم انت باعتبارك عميد ديال الفريق؟ الحمد لله بالنسبه للمقابل الاسم مزيانه وهذا هو المهم. الحمد لله ما اتصاب حتى شي واحد، مباراه في اجواء مزيانه والاسم عالي من الفريق ديالهم الحمد لله الحمد لله الفوز هذا 4-0 في المباراه الاولى الافتتاحيه. وكنشكر جميع الدراري ديالي اللي ساندوني وكذا والفريق وجميع الاطر ديالنا والشغل. نعم، والمسجل ديال الهدف كاين اللاعب رقم 6 اللي هو الهدف الاول بدر الدين بوعبيد رقم 6. نعم، والهدف الثالث رقم 14. لا، الهدف الثاني ديالي ديالك، والهدف الثالث رقم 14 اللي هو الهدف رقم 14 اللي هو اسماعيل الخرز. والهدف الرابع اللي سجلوا اللاعب صغير الادخال البديل الايمن اللي هو ايمن نوين. ايمن نوين. اذا بالنسبه لكم شنو يمكن تقولنا على الاستعداد ديالكم اللي انت هو العميد الفريق، شنو كيفاش الظروف اللي مر فيها الاستعداد ديالكم لهذا الدوري هذا؟ راه حنا دابا عام وحنا كنبريباريو هذا المونديال عام تقريبا، حنا كنبريباري يعني لونطريما ومباريات وبعدنا مشاركه في البطوله، يعني دائما